بداية نهني العالم الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونهني أهل الكركوك خاصة. قبل شهر رمضان يعني أحلى من هالأيام هذه، يعني كنا وقت السحور، خلينا نحكي وقت السحور، كان يجي طبل يدقون طبل قدام الباب حتى يقعدون الجماعة، لو جيران يقعد الجيران يتسحرون. وقت الفطار يجي وقت الفطور كان يا جيران يسوي أكل ياخذ على الثاني، ذاك يتبادلون الأكل بيناتهم. والشباب احنا كنا نروح للصينية نلعب، كان لعبة مرغوبة بكركوك كان مشهورة، لعبة الصينية والظرف يسموه، صينية وظرف يسموه. فكنا نلعب نبقى تقريبا للسحور، وجماعة يجون كنا نروح الألتن كوبري مثلا للدوس، نروح هم ذولاك هم يجون يمنا سنتبادل. هسه هاي الشغلات تقريبا انمحل شلون؟ فهسه اولا السحور طبل ما طبل ماكو هالسوالف هذه زين، وبالاكثر المناطق هسه باقيه يتبدلون الاكل بيناتهم بالافطار، يبدلون الاكل بيناتهم. فلعبه الصينيه هم قامت تقل مو مثل سابقا، يعني ذول الشباب هسه جايين يلعبون أنا ما شايف الصينية يلعبون، إحنا كنا ننتظر بس يجي رمضان على مود الصينية. هسه بدت الصينية مستمرة يعني ما عدا رمضان يلعبون بها. فرمضان حلو طبعا، العبادة بها حلو، إيه فرمضان الحلو بها يعني العبادة، قراءة القرآن والتراويح، ما تراويح واحد يروح يجي. هل رمضان هذا يعني هل الموسم هذا خصوصا فرق بزيادة الدولار ما دولار، هاي سعر السوق الصعب، يعني يا تروح له يقول لك تحكي وياه تقول له فلان شيء، أقول لك يا أبو الدولار زايد الدولار عندنا، إيه أثر على الفريق فقير هذا. والله ذاك الوقت يعني كان أحلى من هسه، الجوارين واحد يروح على الاخ واحد يطعم الاخ، فذاك الوقت مو مثل هالوقت هذا، هالوقت هم الحمد لله هم أحسن، بس ظروف ذاك الوقت مو مثل هالظروف هذا. قبل كان أكو أمان الحمد لله، واحد يروح على الاخ واحد يجي على الاخ، واحد كان يروح يتعلل، صحيح لو لا، هذا كلها يعني موجودة كان الحمد لله، والخير كان موجود الحمد لله، الخير موجود كان، فالحمد لله والشكر يا ربي. هذا عندنا نريد من رب العالمين رمضان كريم على أمة محمد. والله شنو تبي حلو، من تفرش الصفرة أنواعها تخليها على الصفرة، شو تريد تخلي على الصفرة، صلاة، صوم، عبادة، قرآن نقرأ، الحمد لله هذا كله موجود كان عندنا، وهسه موجود عندنا الحمد لله. الحد هسه نصلي صلاة التراويح، نقعد ويا الفجر الحمد لله، نقعد نتعلل نصلي، هالتمتوع هذا كله يسوونه وياكلون، والسحور شوية الأسعار صاعد، دولار صاعد، هو سبب الدولار من صعد، فالمسواة كل صعد، الفقير يعني مين يريد يعني إذا يريد ياكل يشرب مين يجيب، صحيح لو لا، كل على هالدولار هذا، هذا يقول دولار هسه تاخذ لك اذا مصاصه للجهل يقول لك الدولار صاعد، زين الدولار شعلي بالمصاصه صح لو لا؟ الدولار شعلي بالمخضر، هذا كله صاعد. المواد يعني نوبه يعطوها مواد زين، نوبه مثل نوبه يقولون نجيب دجاج ويا لحم ويا ما اعرف شنو ويا، هذا كله ماكو، بس حكي كل شيء ماكو عندهم. والله المواد الغذائيه شنو هاي التمن تركب على بالك حصو زين، هذا الشعريه هاي اسمه عدس حمص شكر، والشكر كان كيلو كل شهر يطن، هسه سووها كيلو واحد يكفي عائله 10 نفرات، ما يكفي يا ما يكفي، هذا كله ما يكفي، فالحمد لله والشكر. والله بس واحد يريد يعني الستر والعافيه من رب العالمين والأمانة نريد، فنريد شوية سعر الدولار ينزلونه خاطر السوق ينزل،
الفقير يقدر على مود يقدر يشتري اولاده بيته لعائلته، يقدر يتسوق يحط الصفره الزينه من على هنا، صحيح لو لا؟ هذا كله سبب الدولار. اللحم تروح تشتري لحم كيلو لحم ب 17 ب 18000، زين الفقير وين يقدر ياخذ هذا؟ اذا واحد عنده راتب يقدر ياخذ، خلي بالشهر ياخذ له 3 4 كيلوات، بس الفقير اكو فقير يعني خبز ماكو ياكل هسه، صحيح لو لا يا ابني؟ والله ارتفاع صرف الدولار من ارتفاع يعني دولار اثر على السوق بشكل مباشر جدا، وبالاخص يعني الطبقات الفقيره والدخل المحدود. يعني تصور احنا المواد موجوده متوفره بالسوق بشكل وفير، بس صعب على الفقير وبالاخص اللي ما عنده، يعني اللي ما عنده شغلته كل صعبه بالاخص بالسوق. فاحنا نطلب من الله سبحانه وتعالى والجهات المسؤولة والمعنية بهذا الأمر يوصل كلامي إلها وصوتي إلها، أنه تباوع على الفقير بنظرة الرحمة والرأفة. لأنه شوف يعني صح السوق مليان مواد بأنواعها وبأشكالها، ولكن هذا ارتفاع الدولار وصعود صرف الدولار بالأسواق أثر علينا بشكل جدا جدا يعني قوي. يعني تصور قمنا الحاجه قبل كنا مثلا نقول ناخذ كيلو شكر، هسه قمنا ما نقدر ناخذ اقل، يعني اقول نص جنيه شكر، هسه ما نقدر ناخذ يجوز كيلو بسبب ايش؟ ارتفاع صرف الدولار. نطلب من الجهات المعنيه انه يبعون علينا بنظره الرحمه والرأفة، وهذا يعني اكثر ما نريد، وما نريد من عندهم انه يوفرون لنا فد شيء، ولكن بس يبعون على الفقير بنظره انه هم لولا احنا الشعب الفقير والشعب اللي موجود بهذه الدولة ما صاروا دولة هم. احنا ما نحكي عليهم ونقول لهم انه لا، بالعكس كل واحد وشغلته، السياسيين هو شغلته السياسي، لكن انا بالنسبة لي اطلب منهم ان ينظرون علينا بنظرة الرحمة لا اكثر ولا اقل. اكيد هو بلا شك هو رمضان شوف شهر الخير والبركة، بس السوق يكاد ان يكون فارغ فارغ فارغ، تعرف شنو؟ بسبب صعود الاسعار، يعني تاثرت صعود الاسعار بشهر فضيل، شهر رمضان يكون شهر مبارك ولازم الاسعار تنزل، احنا بالعكس الاسعار صعدت، يعني الكيلو القيسي اللي كان ب 3000 هسه صاير بخمسه، يعني كل المواد صعدت تقريبا، الاغلبيه صعدت، يعني الاغلبيه، فاحنا نطالب من الجهات المعنيه يشوفون لنا صوره حل. والله حلوة عادات كركوك، بالأخص هسه عندك بالبيوت، يعني بالمنطقة كل بيت يودي لك شيء من الأكل، هاي موجودة وانت هم تودي، كنا هيك أطباع حلوة، زيارات بالصلاة التراويح، سهر تروح يم جيرانك، يجون يمك جيرانك، حلوة. بس الوضع الاقتصادي شوية مأثر على الناس بصورة عامة، تعرف بسبب الغلاء، وهسه كلها زادت الأسعار برمضان، يعني من أبسط حاجة أكثر حاجة، من الخضروات إلى اللحوم إلى التمور كلها تغير سعرها. منو دا يعاني؟ المتقاعدين بالدرجة الأولى، الناس الكسبة، الموظفين اللي راتبهم قليل، يعني 500 و600 هذول دا يعانون، ينادون وماكوش فايده وعود. بس حتى السله الغذائيه يعني من الحكومه، يعني الضحك هي من تقول لك طبق ابيض او نص كيلو عدس او من هالشغلات، يعني ما تسوى. استلمت؟ لا، بس وعود، بس يعني افضل لو ما تنحكي احسن او ما ينطوها احسن. الشعب تعلم وتعود على هالشغلات، الشغلات البسيطة احنا نريد الأثقل، يعني مو راح تنحل بكيلو عدس لو بطبق أبيض، لا والله ما تنحل.
المشاكل اكبر. نفس البقال هسه من السيله كيف يبيع برخيص بس ما يصرف لا يخسر. ليش؟ لان من العلوه ياخذوها غاليه، وبنفس الوقت الفلاح العراقي ما يقدر يشتغل، كل شيء غالي، فيقعد يجيبون المستورد، المستورد هم يتحكمون، والفلاح اذا زرع راح يخسر. لان غاليه البذور، كل شيء الغاز غالي، فالحكومه هي كلها اللي مسؤوله، بس الحكومه ما يهمها، تتصور الشعب كله مثلها عايش يعني مترف، لا الشعب بيعاني، الحكومه عايشه وساكته وما مهتمه شيء، يعني كانه واحد حكي للطرشان ما حد يسمع. حتى المتقاعدين من راحوا مظاهره ضربوا قسم هانوا، وتعرف المتقاعد يعني نص راتبه ادويه، للمتقاعد تلقي رجل كبير ما يقدر يعين نفسه بالراتب الا يعتمد على اهله على ولده، يطلع يشتغل وهو عمره فوق الستين فوق السبعين هيك عايش، يعني بس نقول الله يساعده. يمكن اني اقدر اشتغل بس اكو غيري ما يقدر، وانا هم مع وقت حرب يعني عندي بتر برجلي، بس اطلع اشتغل، اذا ما اشتغل ما اعيش. الراتب يعني يا دوب يكفيني يمكن بالاقتصاد اسبوعين 10 ايام اكثر ما يكفي، بس اطلع اشتغل يوميا من الصبح للليل. اكو غيري ما يقدر، الحمد لله ماكو امراض، بس اكو غير لا والله كله امراض، نص الراتب يذب على ادويه اذا مو كله، بس ما حد يسمع. اني هسه كان بضاعه عندي 174 علي، هسه الدولار صار 156، وهالبضاعه هسه سواه شنو؟ بطبع. البضاعه كلها سواه بطبع، الطبع نفس البضاعه كان ب 74، يعني ما نازل. هسه الناس كان قبل المواد كلها دولار، هسه سواه بالطبع، يعني شلون صار البضاعه نفس الشيء؟ القبل ب 74 هسه يعتبر على 74، البضاعه ما نازل، الورقه ما نازل، ورق 56 57 يلعب، وهسه السوق واقف. يعني لا نقدر نبيع المواد، لا نقدر نشتري البضاعه. البضاعة تشتري مثل سعر قبل سال 74 الورقة، هسه البضاعة نفس الشيء ما نازل، البضاعة ما نازل نفس السعر القديم اعتبر. يعني بالرمضان هسه السوق واقف، هاي حالة السوق، السوق ضعيف، ماكو سوق لا شراي ولا بياع. المطارم خليه ينزل البضاعة شوية، ينزل الورق، الناس يقدر يشتري ويبيعه. هسه لا اقدر اشتري بضاعة ولا اقدر ابيعه، منها تشتري منها تشوف الورق نازل الورق صاعد يلعب، والبضاعة ثواب شو اسمه بطبع نفس الشيء، نفس البضاعة القديم، يعني ما نازل أي شيء. إيه تقاليدنا يعني رمضان قبل أحسن، ناس تروح على ناس وما ننام ونتعلل، وأكل ناس تطين ناس وفلوس، ونفطر الصيام العالم، يعني كل شيء كان أحسن قبل. والمحيه بس يلعبون للصبح بقلاوة، عالم شبعانة ومرتاحين وأمان، وناس تنت أكل الناس، ماكو هسه مو مثل قبل، لا راح الأمان والثقة وكل شيء راح. هسه قبل أحسن، أيام شبابنا مرتاحين، وغلا ماكو كان ورخوص، يعني دا اكو هوايه فرق، هوايه فرق، فرق هوايه، ما ناس تروح على ناس، ما ناس تطيح كل الناس، انا مو هسه عندي جارين، ما ناس تروح، مو بكلها مسدده، ما ناس تروح على ناس. السبب شنو الناس؟ سبب ما ندري، احنا غربه وقاعدين ببيتنا، كل من ايجار كنا قاعدين، ما ندري السبب، ما ناس تطب على ناس، بس بالسلام اكو، اي السلام عليكم هاي اكو، اي قبل احسن، قبل وين؟ مرتاحين، امان، نقعد بالليل
نروح لزياره بلير نزور، نروح من بغداد نجي بلير، بل وحده بس انتين احنا نجي نسوان. هسه من يا مره تقدر تطلع بلير؟ احنا بيتنا من بيتنا الجيران ما نقدر نطلع، امان ما ظل عندنا. اي ثقه ما ظل بعد. تغيرت. اي ايش فايت ان هسه يرجعنا مثل شبابنا؟ على وين نرجع مثل قبل؟ وين بعد؟ الدنيا انتهت وغلا، الفقير ما يقدر ياكل، ما يقدر يشتري، ما يقدر يسوي شيء. اي حتى اذا راتب للطبيب مالي ما يكفي ثاني، والله الطبيب ما يكفي. هذا عين ذاك اليوم يقول رحت يريد 600. قبل وين وهسه وين؟ قبل فلوس عندنا هواية، كان سويسرا بس عندنا فلوس. هسه ما وين شو وين يلحق؟ ما يلحق، كله غلا، العوائل يردون، جهال يردون. ما يأثر؟ يأثر. عشون اكو عوائل هواية يعني يردون مواد، يصرفون، فطور يسوون. يأثر. شلون ما يأثر خطي الفقير؟ يأثر عليه. فقير منين يجي؟ ما حد ينطي مثل قبل، ما حد يساعده. قبل الفقير عال العال. بالمساعدات ما يدير بال، حتى ما يفطر من بيته، يفطر من الجاري. هسه ماكو، لا ابني ماكو، راح. رمضان اجانا لازم يصير خير، السوق ينزل، بس قبل رمضان شويه السوق كان زين، هسه برمضان صعد السوق. كل شيء ماكو رقابة، يعني تمن كل شيء غالي. يعني قبل رمضان كان اكو شوية سوق زين، بس الدولار هسه صعد، يعني ماكو قبل، يعني رقابة ماكو، رقابة دولة ماكو رقابة يحاسب الناس على كل شيء. هسه كل شيء غالي، الأقمشة غالي، كل شيء غالي. يعني قبل رمضان ما كان هيك، التجار هسه كل شيء غلوه علينا. احنا كمواطن عراقي يعني نريد يعني نعيش، يعني ماكو رقابه، نريد من الدوله يصير عندها رقابه على كل شيء. طبعا مؤثر على شغلي، قبل كان يعني نشتري القماش المتره ها نقول مثلا بخمسه، هسه بعشره صاير، على مود شنو؟ الدولار صاعد. طبعا ياثر على شو؟ على الشغل كله، يوقف الشغل، يعني الشغل يصير شويه يعني ما يبقى ذاك السوق. والله اكو مو ذاك، اكو يعني مواد غذائيه اكو، بس مو ذاك المواد الغذائيه. يعني التمن قليل، الشكر قليل، يعني ماكو. وين اكو؟ يعني يقول اكو حكومه، يقول اكو، بس ماكو. وينه؟ غلاوه الاسعار اثر على معيشه الانسان العراقي. عامل اجرته 15000 او 10000 دينار. هسه طماطه بالسوق 1000 دينار، بطاطا 1000، بصل 1000، ثوم 5000. من وين يجيب الفقير حتى يعيش؟ عم الدوله شكلوا، شكلوا امن الاقتصاد للبلد، شكلوا امن اقتصاد البلد، خلوا تسعيره، خلي العالم ما يفيد رواتب، تسوي راتب مليون مليون ونص، تصعد السوق، ما تقدر تستورد ارخص، ما تقدر تفتح المنافذ حدود دي يجينا شو اسمه، ما تدعم انتاج الزراعي بالعراق. انا من الفلاح، انا فلاح من اهل تازة خرماته، مسلمين من 2015 ذره صفراء للدوله ما ماخذين حقوقه، 2023 مسوقين لهسه ما ماخذين. من وين العالم يعيش؟ اثر على معيشه الانسان. نطالب دوله رئيس الوزراء بيكون حل، حل لديه، مو يجمع الوزراء بس يقعد وياهم يناقش الجسور. هسه معيشة الإنسان هو المهم حاليا. بهاي رمضان كان لازم طماطم 500، لحم 12000، لحم 20000 دينار صعد، راح يصعد إلى 25000. دولار مأثر على السوق، دولار هو السوق. من وين صعد؟ من 125، من صعد الدولار وصل 170. التجار احتكر هذا المسألة، احتكر هاي المسألة. خلي يشوفون التجار، عمي تجار قاعد يمك سيد سوداني، هو التجار كله من الدولة، هم وزراء هم التجار.
والله بالنسبه للسوق، السوق واقف زين وحيل الحركه، يعني ماكو سحب لا نقول. وبالنسبه للطبقه الفقيره حيل يعني متاذيه بصعود الدولار صراحه. بالنسبه للي عندها يعني هو عايش، يصعد الدولار ينزل الدولار عايش، بس الطبقه الفقيره ما عندها صراحه، ما عندها، حيل متاذيه بصعود الدولار. صحيح اكو كل شيء موجود بالسوق، بس بالنسبة للفقير يعني شلون اقول لك، هو مدبر العيشة مالته. الزنقين يعني عايش مثل ما تقول، صعود الدولار نزول الدولار هو عايش، بس الفقير ما يقدر يعني حيل متأذي بصعود الدولار. احنا نطالب يعني مثل ما يقول الحكومة الاتحادية انه شوية يدحقون علينا، يعني يدحقون على الفقير، يعني حيل متأذين بصعود الدولار صراحة. من ناحية السوق يعني قياسا على السنوات اللي فاتت اكو اختلاف هواية كبير، لان الوضعية اختلفت كاملة من الناحية الاقتصادية، يعني خاصة ارتفاع اسعار الدولار اثر بشكل مباشر على السوق. يعني حتى اذا مثلا اليوم يعني كم قطعة ابيع مثل قبل، يعني احتمال نفس القياس ابيع، بس قبل كنت اربح لأن الدولار كان مثلا بسعر 120-125، هسه اليوم 157 بالسوق، يعني القطعة اللي كنت أربح عليها 3000 دينار هسه صارت 500 دينار. بعدين مو حل، يعني البنك المركزي العراقي يعلن 130 ألف دولار، وبالسوق تدور على 150 هم ما تلقى. يعني هاي الحلول دائما هي مو بيد المواطن، بيد الحكومة. مثلا يجي أبو أمن اقتصادي يحاسبك يقول ليش كيلو الطماطم لو مثلا كيلو اللحم بعشرين ألف؟ أخي أنت لا تحاسب هذا الرجال اللي بايع بالسوق، أنت حاسب الجهة الرئيسية. الجهة الرئيسية هي دائما تمول السوق. أساني مثلا أروح للتجار من الشركة أشتري تكرم هاي البضاعة مثلا كانت بعشر دولارات هسه بخمستعش دولار القطعة، يعني من كان سعرها خلينا نقول 15000 صار 20000، أنا ب15 كنت أبيعها ب20، هسه ب20 بش قد أبيعها؟ يعني هاي الأمور كلها يعني خلينا نقول أكو بشكل مباشر الحكومة تقدر، يعني خلينا نقول فترة الصباحية الناس نايمة لو بالدوام، بس ورا ال 12 والوحدة كان السوق يصير ازدحام لحد ما نعزل. بعض مرات كنا بالوحدة بالثنتين بالليل نعزل، هسه أنا قبل الفطار بنص ساعة أعزل وأروح للبيت ما أفتح لحد ثاني يوم. يعني السوق هواي اختلاف، والله نسأل الله تعالى أن إن شاء الله يفرجها، ويكون إن شاء الله هذا رمضان خير ومبارك على كل العراقيين. هواية أكو فرق هواية، هسه ما يقدر واحد يشتري فد شيء. الفقير شو يسوي؟ اللحم 20000 من يقدر يشتري؟ والدجاج كل شيء صاعد، يعني فد مرة ما يقدر فقير فد شيء ما يقدر يشتري. والله اكو واحد ما يقدر يعني تفطر، ما عنده اكل. ايه هاي هوايه كنا نروح للجيران ناخذ اكل ننطي لهم هم ينطونا، هسه ما بقى شيء هالقد، واحد ما يامن على الجار هسه. ايه هذا هو، والله ما يقدر واحد يامن على الجار. والدولار مين فد مره صاعد، يعني الله مين ما يقبل. ليش يعني يصعدون الدولار؟ الفقير شو يسوي؟ خطيه، ما عنده راتب لا شيء. اي والله واحد ما يقدر يشتري للجهاله فد شيء، ما يقدر. خطيه يعني العالم خطيه، يعني فد مره صاعد، يوم على يوم دا يصعد، يوم على يوم دا يصعد.
رمضان هو رمضان اذا هسه واذا قبل 20 سنه، بس كان ذاك الوقت يفرق من هسه. فانا كنت الف ناس يمر على الناس، بس هسه مو مثل قبل. هسه شلون ما تقول قلت الرحمه، ماكو تالف، ماكو، مو مثل قبل. قبل كان الناس يزور ناس، ناس يجي على ناس، قرايب يمر على قرايب. هسه ما بقى ذاك، ما بقى. الاكل الرئيسي هو الدولمه، دولمه ما عدا تمن ومرق، دجاج، تبسي، هالشغلات. الحلاوه احنا يملك ويسمونه كوبمان، ما ادري بالعربي شو يقولوا له. وتري هذول كنافه، ما كنافه، بقلاوه، هالشغلات. اي هاي اكله شعبيه يمنا. هذا هو شنو ابرز العبادات، ورا الافطار تروح على المسجد، صلاه العشاء وراها التراويح. ما تخلصه وترجع على البيت، ناس تطلع تفطر ورا. اذا تريد تصلي بالليل هاي اكو صلاه الليل، هاي غير شو بعد. ليله القدر ليله مقدسه، ناس تقعد بيها للصبح، ناس اكو بيها لا ربع الليل نص الليل، وناس اكو ما يروح. الحمد لله جو حلو، يعني لا هي حار ولا هي بارد. والصوم هالسنه احلى، يعني ما بيها حراره، صوم اعتيادي، يعني لا تحس بالعطش ولا بالجوع ولا بالتعب. والحمد لله احنا يعني جو امان، طالعين نفطر الحمد لله. والله امنياتي شنو؟ عراق يصير بسلامه وخير. رمضان قبل كان يعني حلوة، وعاداتنا وتقاليدنا نروح المكان البيت جدنا وأهلنا. هسه همينا أكو، بس مو مثل قبل. إيه والله شنو الفرق، العالم هسه تعرف الانترنت يجى ومشغولين كلهم بالانترنت. قبل ما كان من يقعدون يحجون سوالف قبل، مو هسه يعني. إيه هسه كله انترنت صاير، من تحكي يباوعون على الانترنت، مو مثل قبل. والاكلات كان بيها طعم، هسه كل شيء ما بيها، حتى يعني طعم الاكل ما باقي، كل من مشغول. يعني قبل كان حلو من يسوون الكليتشه كلهم يلتمون في المكان، هسه ما بقى، كل من بوحده يسوي. ويعني ما ادري شلون هسه، يعني الانترنت من اجى كله راح وياه. إيه هاي لقمة القاضي نسوي الحلاوة، وكاستر ومحلابي هذا يسويها، وبالش اسمه يعني البقلاوة هم يسووها هواية. وش اسمه الأكلات، إحنا مشهورين بالدولمة والباتشة. إيه من نعزم أحد يعني حتى لو رمضان نسوي يعني باتشة، وش اسمه دولمة وكوبا نسوي. يعني يوم مرقه وتمه نسوي، يوم شو اسمه كبه ما كبه نواشف نسوي. والله العبادات الحمد لله. هسه الجوامع النساء من قبل كانوا بيتهم يصلون، يعني شو اسمه هسه النساء تروح للجوامع الحمد لله. اي ليله القدر كانوا بوقتها ننتم نسوي كليته، هسه لا، ليله القدر صايره الحمد لله بالجوامع، نروح والكليته نسويها يعني قبل شو اسمه اي ليله القدر الحمد لله. ونحضر هاي من اول، اكو همينه ملابس يعني شو اسمه هدوم، ما هدوم العيد انت بعد كلهم يعرفون هالشيء الحمد لله. اي والحلويات هوايه يصير بالرمضان. اي ومن تعزم احد يعني اكو هسه همينه تقاليد باقي، تعزمهم هم يعزموك الحمد لله. هاي يعني العراقيين كلهم معروفين بهالشيء الحمد لله. تحضيرات العيد الشرزات، واهم شيء الكليتشه بيها، وش اسمه الاكل الصبح نسوي احنا عامه الاكل. يعني اهل بغداد مثلا يسوون شو اسمه جيمر وشكاهي، احنا لا، احنا نسوي قيسي الصبح، لازم هاي كل البيوت تسويه.
يعني إيه هنا شو اسمه بالعيد أول يوم العيد إحنا نقوم من وقت إيه يعني واحد يصلي وبعدين يسوي الأكل كله. قبل كان واحد يحكي الصراحة احترام للدين، بس الدين ضعف. خلينا نحكي الصراحة، المسلم كان غير شكل. بس تعال شوف قدام العين جاي تشوف الشارع وهذا ما يصير. من ناحية ثانية هسه ناس وقعت، قبل كان بركة من رب العالمين، بس تشتغل تركض ماكو. إلى متى؟ بمعنى إحنا مقصرين بالدين. والله هسه كلها أكلات تكتيكية يسمونها. تكتيكية يعني ككلاوات مال هجة. قبل وين كان؟ قبل كان سنة تاكل الناس ما عندنا يعني همين، ناس فقر همين كان موجود. يعني فد أكلة ضعيفة كان بي طعم. يعني أكثر البيوت كان عنده بس عدس. فشي يسوون الجوارين واحد يودي له الثاني ترتيب. هسه ما هذا اني ما موجود. شنو موجود يعني ماكو تبادل بالاكل وهذا. قبل كان هذا اني موجود، هذا فلان بيت فقير، فلان بيت ما عنده، كان هسه لا، بس يسد الباب راح يؤذن الله اكبر، بس يفكر بنفسه. اكلات الموجوده هاي اكياد تمن ومرق وايد دجاج يخلوه فوقها ولو ما بي طعم زين عيني، والشغلات شكر وما شكر، حلاوة يسوون فيها تمر يسوي حلاوة، بقلاوة مال الفقير، عبادات ورا الفطور خلينا نقول. فد ساعة ساعة ونص يطلعون برا يروحون للجامع صلاة التراويح. الحمد لله وشكر يعني موجود، بس مو هذاك الكثرة. قبل كان وين جامع من ناكل يركض يروح، هسه لا، هسه نصهم يفكر بالجامعة والنص هنا يطلع للسوق، خاصة هالأيام من يعبر على نص أيام رمضان يطلعون للسوق يتسوقون. هذا عند أطفال، هذا عند ملابس تكرم أهلية هاي شاء. رمضان هسه عن قبل يختلفوا بهوايه. اول شيء لما كانت اكثر واحلى صراحه، هسه بعدها الانترنت يعني دا تشوف الانترنت هو الى سبب يعني عدم تقارب الاسر بيناتهم. قبل الجمعه كلش حلوه، بحيث مثلا خالتك او عمتك او اخوك كل تجي ببيتك خصوصا اول يوم. هسه شويه هاي قلت العادات والتقاليد صراحه بالنسبه لنا كعموم عراق يعني صراحه، او عموم العالم هم نفس الحاله العالم الاسلامي. فبالنسبه لي يعني حس رمضان قبل احلى. اول شيء الاكلات عندنا اللي مخصوصين بها احنا بالبدايه الشوربه هي ام السفره، اي بعدين الحلاوه عندنا حلاوه التمر، حلاوه الطحين دائما نستعملها. انت يعني هسه حلويات اشكال والوان تقدر تصنع من عندها. التقارب يعني انت تودي مثلا لاقاربك او يجون اقاربك اليك، يعني لو معزوم عندهم لو معزومين عندك. فجمعة كلش حلوة صارت بيناتهم، ودائما نتقرب يعني للأهل والأصدقاء والجوارين، حتى يعني ما نخلي مثلا جار انت تطبخ ما نخلي جارك إذا ما توصل فد شيء.
طبعا اهم شيء يعني هي من الصوم، الصوم لله سبحانه وتعالى، صومه يعني حلوه، يعني ما بيها نفاق، ما بيها حكي عن الناس، ما بيها كل شيء. والصلاه اهم شيء طبعا، انت دائما اذا تتعبد تتعبد لحالك يعني بدون ما تشوف شخص، لان هذا راح ينقبل لك صوم وصلاه، انت يعني مثل ما يقول مضبوط عند رب العالمين. فدائما يعني ورا ما نكمل هسه احنا ورا ما نكمل صلاه العصر نبدي شوي نقرا قران كريم، بعدين يبدا عاد يعني شغله الفطور ونبلش به الفطور. نفس الحاله تكمل، يا اما اللي يطلع لي الشغل مثلا او يطلع الباب رزقه او قسم من عندهم يصلون صلاه التراويح وغيرها. للسحور يعني حسب الانسان طبعا، انا بالنسبه لي هسه انا بيتنا ما اكل مثلا تمن ولبن وشغلات وهاي، لا نسوي مثلا بطاطا وبيض، جبن وهالشغلات، راشي ودبس، هيك نسوي شغلات خفيفة صراحة. بس أكثر الناس تعرف يعني معروفة إذا يسوي مثلا حتى تشرب يأكلون، بس كل واحد وظرفة. بالنسبة إحنا يعني ليلة القدر عندنا كلش مميزة، وهي أصلا ما معروفة، لأن حتى تقيم العشر أيام الأخيرة صلاة وتعبد. فليلة القدر عندنا خاصة، أهم شيء قراءة القرآن، يعني هذا من أوفى نهائيا والله العظيم. يعني أولادي وبناتي نفس الحالة زين، فأكثر الناس تشوفها يعني تقرأ قرآن لحد الفجر، فلازم هذا تقيمها صلاة وعبادة. هي أكل قليل يعني صراحة، بس أهم شيء تركيزك وين؟ تركيزك على الصلاة والقرآن الكريم. للعيد يعني المعروف كلها بالدرجة الأولى هاي الكليتشة، هي أم الحفلة مثل ما يقول، الكليتشة والكيك والشغلات المعجنات هاي موجودة، الكرزات موجودة. وبعدين تقعد الصبح انت مثلا الأم البنت تشنى مثل ما يقول، طابخة الفاصوليا والقيسي والشغلات هاي موجودة كلها، والدجاج. فنقعد الصبح يعني أصلا ما ناكل ريوق، رأسا نبلش يعني ناكل أكل، فإن شاء الله يعود على العراق ولا الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله يا ربي، والمحبة والتفاهم. والله كان رمضان السابق كان اكو رحمه، اكو موده، الناس يحب الثاني. هسه ماكو، هسه كلها صارت تقاليد اوروبا، ها ما حد يدق باب الثاني. الجار كان قبل واحد من يسوي فطور لازم قبل الافطار يطلع اكل، ها يطلع اكل ودي الجيران، الجوار شو مسوي؟ يجيب يعني ما يرجع الماعون فارغ. هسه ماكو هذا الشيء اسمه، الزمن كله تغير يعني. كلش تغير الزمن، يعني كان قبل كلش زين، هسه والله حتى الشباب والش اسمه التقاعد كله تغير. والله اهل كركوك المشهور شو اسمه الطاطلي، اكثر شيء نسوي داتلي وشوربه عدس وعصائر نحضر، واكثر شيء دولمه، اهل كركوك الدولمه، اهي دولمه التركمان مشهور يعني. اي والله السحور والله اي شيء الله يقاسم عن اي شيء، ايه يكون جبن ولبن يعني بيض واي شيء. ايه عبادات ليله القدر يعني نظل الصبح، ايه عبادات وصلاه، ايه ادعيه، ايه ليله القدر خير من الف شهر يعني ليالي. والله هيك طلعنا خير، بس خلينا نشوف شنو الاسعار وهاي هيك بس. والله غالي، والله اسعار بالنسبه للفقير غالي يعني، بالنسبه للفقير غالي. كليتشة عادات التقاليد الكركوك، نحضر كليتشة وشرزات وهاي. اي رمضان السابق على فطرة الناس يعني السحور بكت شوي، ما عاد خاثر او قيسي، هذا السحور قبل ما كان اكل.
لأن الناس كلها تعبانة وكل شيء ما عاد. القديم يعني بالسبعينيات والثمانينات. الحمد لله هسه الأمور زينة، كل شيء موجود، راتب فلوس أكو يعني أمورها زينة الناس. هسه سحور هسه كلها ما شاء الله، شو تريد موجود بالفطور، شو يكون موجود موجود. بس بوقتها بالسبعينيات بالثمانينات أول آخر الثمانينات ناس بالعرب ناس يذبح يعني عزم القرايب كلها، فطور يوم عندك يوم عند الآخر يوم عند الآخر الفطور يسوي ملمات يعني، والسحور كل يسحر بيته. هسه لا بالمدينة هنا كل من بيته، يعني جيراني يمكن يسوون الحجية يسوي أكل، هم تودي للجيران بيت تودي لهم أكل، وإذا هم يجيبون أكل على البيت. هاي الشغلات يعني قديم والحاضر. والله صلاة التراويح ولا شو اسمه وبس، هاي صلاة التراويح ووراها نطلع نتعلل. وين تعلل؟ يما القرايب يما لها والله ليلة القدر نحي ونصلي إلى السحور، نصلي وندعي ونقرأ قرآن هاي ليلة القدر. يعني يختلف، أقول لك كل سنين يجي وقت. هسه أنا هم الحمد لله يعني أكو تآلف وأكو كركوك، جيران يعني ناس تودي الناس وكل شيء أكو زين. وقبل هم أنا هم نفس الشيء يعني، قبل هم ناس تطعم ناس والله الحلاوة نسوي هذا الحلاوة التمر بالسمسم، ونسوي دولمة نسوي كبة مال تمن، كل شيء نسوي بامية ولحم. يعني نحب هذا، احنا نحب الأكلات بامية ولحم وبرياني. والله هسه الأكلات كلها دولمة هنا عندهم أكثر شيء، وعندك اللحم يعني يسمونه الفريد، بامية وطماطة ولحم معه هذا موجود. هذا المشهور بها أكثر شيء. هسه من نفطر من أذن نصلي المغرب ونقعد أذن عشاء نروح للجامع، صلي عشاء ورا العشاء تراويح ورا التراويح أرجع البيت. هم نقعدنا في الساعة لا 12 لوحدة 12 شو ننام، ثلاثة نقعد للسحور. أقعد كل ما يعني أقعد من الجهال للجبل تسحروا ورا ما استحروا يلا صلوا ورا ما صلوا كل ما عاد آخر فراش ونام. ليلة القدر من المغرب ناخذ انت جهاز له يعني يقرأ قرآن ويابا اليوم ليلة القدر صلوا ادعوا يعني ناس تقرأ قرآن كل يعني مجموعين، هذا يقرأ قرآن هذا يدعي وهذا يصلي يعني تهجد اللي تهجد للفجر. احنا الكبار نروح للجامع الشياب، بس الحبايب النسوان والجهال يبقون بالبيت. والله الثلاث العيد احنا هسه شنو هو حضر العيد هسه راح نستنى في الذبيحه قبل العيد، والحجية تروح تجيب للسوق تجيب ترزات وتجيب شكليات وتجيب هاي الشغلات بالبيت يسوون كليتشة إلى العيد. هاي الشغلات يجي خطار يقدمون الشكليات شربات هاي الشغلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. في هذا الشهر الكريم وخاصة في هذا جامعنا جامع النور الكبير يكون هناك صلاة الجماعة الفجر والظهر والمغرب وخاصة العشاء، يكثر فيه المصلين في هذا جامعنا وخاصة في التراويح من الرجال والنساء. وهناك في هذا الجامع دروس ما بعد التراويح من الفقه والحديث ودروس المقام والخط والسيرة وأحكام التلاوة. وتمنياتنا من الشباب الحضور إلى الجوامع وخاصة في هذا الشهر الكريم، والابتعاد عن الكافتيريا والمقاهي والذي تكثر فيه هذه الظاهرة السلبية، منها المخدرات
والحشيش، ونسأل الله تعالى أن يحفظ لنا شعبنا عامة وأهل كركوك خاصة. نهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك، هذه الأيام المباركة شهر نزول القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر مبارك، شهر فضيل، وشهر الطاعات، وشهر الخيرات، شهر الجود، شهر الصيام، شهر القيام، شهر التراويح. أما أبرز الأعمال الذي في هذا الشهر، يكفي أنه ركن من أركان الإسلام، ممكن يقام في هذا الشهر المبارك، ألا وهو ركن الصيام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فصوم رمضان يؤدى في هذا الشهر. ثم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن شهر غفران الذنوب. ثم أكد الحبيب صلى الله عليه وسلم على القيام، على قيام هذا الشهر، ليالي هذا الشهر المبارك، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الشهر شهر الجود، من جود الله، الله هو الجواد، ويحب مكارم الأخلاق، يحب الجود لأنه هو الجواد جل جلاله. من جود الله في هذا الشهر أنه في هذا الشهر المبارك تفتح أبواب الجنان، وتفتح أبواب السماء في رواية، وتصفد الشياطين، تصفد الشياطين، فتصفيد الشياطين لئلا يلقي الإنسان عن نفسه المعاصي وسائر أعمال الفجور والفسق على الشيطان، بل هو يتحمل بذلك، ينبغي أن يحاسب نفسه. نعم صفدت الشياطين في هذا الشهر المبارك، لكن أبواب شياطين الإنس فتحت على مصراعيها، أبواب الفسق والفجور. لذلك أبواب هذه الليالي، ليالي رمضان، أمانة في أعناق المسلمين. كيف يغتنمون هذه الليالي، كيف يغتنموا هذه الليالي بإقامة الصلوات وبالتراويح وإحياء الليل بذكر الله وبقراءة القرآن، لأنه أغلب أبواب الإنس التي تفتح، كثير من الناس يغرق في هذا البحر، فيضان يهجم على ليالي رمضان من أفلام هابطة، من مجالس لهو الذي نهانا الله سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.